بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي جامعة الشعب العلمية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. آخر فيديو لأق يوم قبل امتحان شهادة البكالوريا لمادة الرياضيات، حبيت نكون معكم ونقول لكم بالتوفيق للجميع، يسر الله عليكم جميعا وجعلكم في قائمة الناجحين بامتياز إن شاء الله. ولكن حبيت أتدخل يوم واحد فقط قبل امتحان شهادة البكالوريا 2022 لمادة الرياضيات، وأقول لكم ما يجب مراجعته قبل الذهاب إلى الامتحان. طبعا انتهت وقت المراجعات، انتهى وقت المحاولات، انتهى وقت السهر والتعب، إن شاء الله كلكم راح يعني يثمر سهركم إن شاء الله بالامتياز. ولكن قبل ما أذهب إلى قاعة الامتحانات، هي النصائح اللي لازم يعني أخذ بعين الاعتبار بها. أول نصيحة، أنني المراجعة الخفيفة اللي راح نديرها هي أن أستذكر كل المعلومات اللي درستها، من بين هذه المعلومات نثبتكم على النهايات. أولا لازم تعرفوا أن هناك 4 حالات لعدم التعيين، لا توجد خامسة ولا سادسة. أولها هي كيكون عندكم 0/0، هذه حالة عدم تعيين. ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هي حالة عدم تعيين. ما لا نهاية تقسيم ما لا نهاية هي أيضا حالة عدم تعيين. وصفر في ما لا نهاية هي أيضا حالة عدم التعيين. يعني 4 حالات لحالة عدم تعيين، من غير هذه الحالات ليست بحالة عدم تعيين. أين هي هذه الحالات؟ هي الحالات التالية، كي نقسم 0/0 قد يظن البعض أنها حالة عدم تعيين، ولكن في الحقيقة هي ليست حالة عدم تعيين. كي نقسم 0/0 تساوي 0، ما لا نهاية على 0 تمثل ما لا نهاية. الآن تبقى الإشارة، إذا كانت عندي زائد على زائد يعني زائد ما نهاية على 0 زائد، تخرج لي زائد ما نهاية. إذا كانت عندي زائد ما نهاية على 0 ناقص، تخرج لي ناقص ما نهاية، وهكذا. إذا كانت مثلا ناقص ما نهاية على 0 ناقص، تمثل لكم زائد ما نهاية، ندير الإشارة فقط. أما إذا كانت أ في ما لا نهاية، حيث أ عدد حقيقي، طبعا عدد حقيقي غير معدوم، قلت أ عدد حقيقي غير معدوم، لأنني لو كان ندير أ يعني يساوي 0 راح تولي لي الحالة عدم التعيين اللي هي 0 في ما لا نهاية. دونك أكتب أ ينتمي إلى R نجمة، أ في ما لا نهاية تمدلي ما لا نهاية، خليت الإشارة حسب أ. إذا كان عدد أ موجب وهنا زائد ما نهاية، زائد في زائد، زائد ما نهاية. إذا كان أ سالب، سالب في مثلا ناقص ما نهاية، تمدلي زائد ما نهاية، وهكذا. يعني تولي الإشارات. ثم عندنا حالة أخرى ليست بحالة عدم التعيين، إذن هي أ على ما لا نهاية، أ عدد حقيقي قلت غير معدوم. إذن أ على أي ما لا نهاية يساوي 0، أ على 0 يساوي ما لا نهاية، خليت هنا الإشارة حسب أ وحسب إشارة الصفر. عندي أيضا زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، وعندي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. هذا بالنسبة للحالات عدم تعيين وحالات عدم تعيين. ثم بعد ذلك عليكم أيضا أنكم تتنبهوا إلى النهايات المألوفة وتراجعوها. إذا النهايات تعدل اللوغاريتمية، هذه هي كل النهايات تعدل اللوغاريتمية، عليكم أنكم تذكروها. ثم عندنا النهايات المألوفة على الدالة الأسية، عندي كل هذه النهايات، نتمنى أنكم راح تأخذوا صورة وتديروها على المكتب تاعكم. إذن تقريبا كتبت لكم معظم النهايات المألوفة على الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. إذن حبيت تركزوا لي على هذه النهايات. ثم بعد ذلك حبيت نذكركم على عمليات على الدوال المشتقة، كيف نشتق مجموع دالتين. مش مجموع دالتين المشتقة تاعها هي الدالة، مشتق الدالة الأولى زائد مشتق الدالة الثانية. كي يكون عندنا لاندا في في، يعني عدد حقيقي مضروب في دالة، المشتق تاعها لاندا المشتق تاعه يبقى هكذا مضروب في المشتقة الدالة في، لاندا عدد حقيقي. ثم عندنا مشتق جدا الدالتين يساوي مشتق الأولى
في الثانية زائد الأولى في مشتق الثانية. ثم عندنا واحد على V كيكون مقلوب، دالة مقلوب، المشتقة تاعها هي ناقص V فتحة على V مربع. ثم عندنا كيكون عندنا نسبة دالتين U على V، المشتقة تاعها هي مشتقة الدالة الأولى تاع البسط في المقام ناقص الدالة تاع البسط U في مشتق الدالة تاع المقام على المقام مربع، يعني V مربع. عندنا مشتق الدالة الأسية هي الدالة الأسية X، كي تكون دالة مركبة من دالة أسية ودالة أخرى، إذا U لي U لي X المشتقة تاعها هي مشتق U لي X في U U لي U لي X. ثم مشتق الدالة اللوغاريتم ln x يساوي 1 على x، كي تكون الدالة مركبة من دالة لوغاريتم دالة أخرى، مشتق ln، يعني هنا مشتق تاع كامل هذه ln u لي x، إذا مشتقتها هو ما داخل ln ln دالة u لي x u فتحة لي x على u لي x. ثم عندنا دالة مركبة أخرى من هذا النوع، إذا f أس n لي x تساوي n في f فتحة لي x في f n ناقص واحد لي x. ثم عندنا الدالة الجذرية جذر u لي x، طبعا مشتقتها هي ما داخل الجذر u فتحة مشتقة ما داخل الجذر u فتحة لي x على 2 جذر u لي x. ثم إيش نذكركم أيضا مش معنتها قابلية الاشتقاق الدالة عند نقطة، معنتها نحسب النهاية بقيم أكبر وبقيم أصغر، ل f ل x ناقص f ل x صفر على x ناقص x صفر، لما x يؤول إلى x صفر بقيم أكبر وبقيم أصغر راح تساوي نفس النهاية تساوي L. نقول هنا أن الدالة تاعي قابلة للاشتقاق. معادلة المماس أيضا باش ما ننساوهاش، عند النقطة ذات الفاصلة x صفر تكتب على شكل y تساوي f فتحة ل x صفر في x ناقص x صفر زائد f ل x صفر. كل هذه القوانين في آخر يوم في آخر ليلة لازم تنبه لها ونعاود مراجعتها باش ما كي ندخل قاعة الامتحانات ما تروح ليش كل هذه المعلومات وكل هذه القوانين. ثم بعد ذلك عندنا المتتاليات العددية، عندنا نوعين، المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية. وش عندي في المتتاليات الحسابية؟ عندي كي تكون عندي متتالية حسابية أساسها R وحدها الأول U لي صفر، عبارة الحد العام لـ UN تكتب على شكل UN تساوي U لي صفر زائد N في R. الوسط الحسابي كيكون عندكم ثلاث حدود A B C، حدود متتابعة لحدود متتالية حسابية، فإن عندي العلاقة التالية التي تربط بين ثلاث الحدود أن A زائد C، A زائد C تساوي 2 B. عندي أيضا لازم تذكر أن مجموع متتالية حسابية تساوي، كيكون عندي أس أن تساوي يبدأ من الحد يولي صفر زائد يولي واحد لغاية يولي أن، هذا المجموع ماذا يساوي؟ يساوي عدد الحدود. كيف أجد عدد الحدود؟ عدد الحدود يساوي الدليل الأخير، هذا هو الدليل الأخير أن تاعي، ناقص الدليل الأول اللي هو صفر زائد واحد، هذا هو القانون لإيجاد عدد الحدود. طبعا جداء في الحد الأول زائد الحد الأخير، الحد الأول هو U لي صفر، الحد الأخير هو U لي N. تعيين الأساس، كيف أعين أساس متتالية حسابية؟ إذا R تاعي يساوي U N زائد واحد ناقص U N. إذا قلت R الأساس يساوي U N زائد واحد ناقص U N، كي ندير الفرق U N زائد واحد ناقص U N نلقى R هو الأساس. الآن اتجاه تغير أي متتالية حسابية، لدراسة أي يعني اتجاه تغير متتالية حسابية دائما ندرس إشارة الفرق. قلنا أن الفرق UN زائد واحد ناقص UN هو R، إذا حسب قيم R. إذا كان R موجب نقول أن المتتالية متزايدة تماما، إذا كان R سالب نقول أن المتتالية متناقصة تماما، إذا كان R يساوي صفر هنا نلاحظ أن UN زائد واحد يساوي UN، نقول أن المتتالية ثابتة. إذن هذه هي القوانين اللي لازم عليكم تراجعوها قبل دخول قاعة الامتحانات. أما فيما يخص المتتالية الهندسية، وش عندي؟
مثلا نفرض ان يو ان تاعي مده تاليه هندسيه اساسها كيو، يو كيو عدد حقيقي غير معدوم، حدها الاول يو دي صفر. عباره الحد العام تكتب على شكل يو ان تساوي كيو اس ان في يو دي صفر، او بعباره اخرى يو ان تساوي يو دي بي في يو في كيو اس ان ناقص بي. الوسط الهندسي نقول ان ا بي سي ثلاث حدود متتابعه لمتتاليه هندسيه تحقق العلاقه التاليه، ا في سي تساوي ب مربع. اما عن كيفيه تعيين الاساس، كيو تاعي راح يساوي يو ان زائد واحد على يو ان. اتجاه التغير، دائما ندرس اشاره يو ان زائد واحد على يو ان اللي هو يساوي كيو حسب قيم كيو. اذا كان كيو محصور بين صفر وواحد نقول ان المتتاليه تاعي متناقصه تماما. اما اذا كانت هنا كيو اكبر تماما من واحد نقول ان المتتاليه تاعي من هنا ينطبق على الشروط هذه، يعني كيو تاعي محصور بين الواحد وصفر. اما كي تكون عندي كيو يساوي واحد نقول ان المتتاليه تاعي يو ان ثابته. اما فيما يخص مجموع الحدود لمتتاليه هندسيه، اذا كي تكون عندنا اس ان تساوي يو لي صفر زائد يو لي واحد لغايه يو لي ان، فان المجموع يساوي العلاقه التاليه، اس ان المجموع يساوي الحد الاول اللي هو يو لي صفر جدا واحد ناقص كيو اس عدد الحدود. طبعا القانون في عدد الحدود هو نفسه، يساوي دليل الحد الاخير اللي هو ان ناقص دليل الحد الاول اللي هو صفر زائد واحد، هذا هو القانون. اخيرا اس ان تاعي راح تخرج لكم يو لي صفر الحد الاول في واحد ناقص كيو لي ان على واحد ناقص كيو. نفس القانون في بعض الاحيان نلقاو هو يو لي صفر في كيو اس ان ناقص واحد على كيو ناقص واحد، هو نفس القانون. هنا فقط لو كنت تلاحظوا نخرج ناقص كامل ومشترك حيخرج لي ناقص كيو ان ناقص واحد، على هنا نخرج ايضا البص في المقام ناقص تخرج لي كيو ناقص واحد يروح ناقص مع ناقص يخرج لي نفس القانون. هذه هي القوانين اللي حبيت تراجعوها لي في اخر يوم من الامتحانات. اياكم واياكم واياكم انكم تروحوا الامتحان وانكم في اخر ليله من هذا الامتحان ديروا مواضيع لا انتهى وقت المراجعه. انصحكم بعدم السهر، عدم شرب المنبهات كالشاي والقهوه، قراءه انصحكم بقراءه المواضيع المحلوله، نعم المواضيع المحلوله للاستفاده اكثر. طبعا مراجعه كل هذه القوانين وغيرها اذا كان نسيت على الاستمراريه او غيرها، ولكن قبل من ذلك قبل سنه درت ايضا ما تراجعه قبل الدخول الى قاعه الامتحانات، راح تلقاوه في قوائم التشغيل. طبعا النصيحه المهمه جدا جدا انكم تقراوا الموضوعين مع بعض، يعني تقراوهم بتمعن ثم اختيار الموضوع المناسب. وش معناتها الموضوع المناسب؟ يعني الموضوع اللي يجيبكم اكبر عدد من النقاط. كيف ذلك استاذه؟ ما نختارش الموضوع حسب المساله، باسكو كاين بزاف البعض منكم يشوف المساله سهله يخلي التمرينات يختار الموضوع حسب يختار المساله حسب الموضوع. لا، انا انصحكم التالي: اولا قراءه الموضوعين بتمعن، ثم اختيار الموضوع الانسب. كيف ذلك؟ بحساب عدد النقاط. مثلا نشوف في الموضوع الاول عنده التمرين الاول والتمرين الثاني سهل والمساله في المتوسط، اذا اختار الموضوع الاول. لماذا؟ لكي اضمن النقطه، يعني النقاط في التمرين الاول والثاني. ثم بعد ذلك نجي للمساله، الأسئلة تقريبا مستقلة، إذا زدت ربعة خمسة نقاط من المسألة اللهم بارك، يعني ما نختارش على حساب المسألة تجيني سهلة ونخلي التمرينات. هذه هي النصيحة اللي حبيت نقولها لكم. ثاني شيء أن كل هذه القوانين أنصحكم التالي: قبل قراءة الموضوع، قبل البداية في الموضوع تكتبوا مثلا شفتوا متتالية هندسية، تكتبوا القانون الذي يخص التمرين، يعني التمرين يطلب مثلا مثلا يطلب هنا المجموع نكتب القانون، يطلب مني اتجاه التغير نكتب وش معناتها اتجاه التغير، وهكذا. ثم بعد ذلك
بعد اختيار الموضوع المناسب لكم اللي يجمع لكم أكبر عدد من النقاط، نجبد الموضوع الآخر نرميه أو نقطعه أو نديره في مكان بعيد. ما تغيروش الموضوع في بعد مدة زمنية، لأن بعد 10 دقائق 20 دقائق تبدلوا الموضوع راح يضركم يعني كثيرا كثيرا، لأنه يدي الوقت منكم. أنصحكم بعدم تغيير الموضوع بعد مدة، لا لا لا، إذا اخترتوا موضوع كملوا خلاص انتهى القرار اللي ديتوه، ما تولوش للور. إذا كانت هذه النصائح اللي حبيت نمدها لكم قبل الدخول إلى قاعة الامتحانات عفوا، والله أتمنى لكم من أعماق قلبي النجاح والتوفيق، خاصة الأقارب لمنهم بنت أختي نتمنى لها النجاح والتفوق، كما أتمنى نفس التمنيات لجميع أبنائنا الأحرار والأبطال، أنكم تكونوا كلكم في قائمة الناجحين. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم. إلى الملتقى إن شاء الله بعد إعلان النتائج إن شاء الله.